إذا سألتك شو ممكن تعمل بربع ساعة، شو رح تجاوبني؟ بتاخد دوش؟ بتقلب هالريزات على الانستغرام؟ بس يا ترى، هل ممكن تقرأ كتاب كامل بربع ساعة؟ صعبة شوي مو هيك؟ رح أشرح لكم شو قصدي. القصة وما فيها أني كنت أسمع عن البودكاست والكتب الصوتية وقديشها فرصة حلوة لحتى الواحد يزيد ثقافته وبنفس الوقت يكسر الملل، وخصوصاً إذا كان طريقه للشغل أو الجامعة طويل. بس المسافة بين بيتي ومكتبي كانت 5 دقائق، لهيك ما جربت الموضوع. بس لما جيت على الإمارات وشفت العجقة والطرقات الطويلة صرت انزعج على الوقت اللي بيضيع مني، فخطر لي بلش أسمع كتب صوتية وبودكاست على تطبيق وجيز. باخد زبدة المعرفة من كتاب كامل بربع ساعة، لأني كإعلامي لازم يكون عندي ثقافة واطلاع واسع وضل عم اتعلم. بتقدروا تتسمعوا وانتوا عم تشربوا فنجان القهوة الصبح او تحضروا الغداء، وهالشي كتير ظريف للأشخاص اللي ما عندهم وقت للقراءة. بإمكانكم تبلشوا تجربتكم مجانية وتنضموا لأكثر من 3.5 مليون مستخدم من خلال الرابط ببايو حسابي. لهيك إذا بدك تاخد الزبدة حمل وجيز ودعيلي. بس لحظة.